بص الحرامية اللي واقفين البلد حرام 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 يا جدعان. بص بحر بطاطس قدام العيال قطع اصلا الشيكارة من على العربية النقل الكبيرة. بص مشيت فضيتها كلها حرام. سرقة حمولة بطاطس في عز الظهر، يا ترى ايه الحكاية؟ في الساعات الأخيرة انتشر فيديو لو ما كانش متصور مش هتصدق انه حصل اصلا. جريمة غريبة وغير عادية قلبت الرأي العام كله في ثواني. اللي حصل يا سيدي انه في عز الظهر وعلى عينك يا تاجر اتسرقت حمولة البطاطس من على عربية نقل في مدينة العبور بمحافظة القليوبية من غير ما السواق يحس انه بيتسرق. والناس اللي كانت ماشية على الطريق نزلت تعبي البطاطس اللي وقع على الارض علشان كل واحد ياخد نايبه من البطاطس المسروقة. في البداية اتجمعت مجموعة من الشباب وهم راكبين على تروسيكل وفتحوا شكاير البطاطس على العربية وفضوها على التروسيكلات، ده غير اللي وقع على الارض والناس نزلت تلمه. وحد صور مقطع الفيديو ده اللي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بسبب كثرة الهاشتاجات بان البطاطس اتسرقت في عز النهار من غير خوف ومن غير انتباه سواق العربية لسرقة حمولته. واللي ظهر في الفيديو ان الناس دول راكبين على تروسيكل استغلوا ان العربية ماشية بسرعة قليلة وهي بتقرب من المنطقة الصناعية في منطقة العبور. الجريمة دي بقت تحصل بالتزامن مع ارتفاع اسعار السلع والمنتجات ومنها البطاطس بسبب الازمة الاقتصادية اللي بتعاني منها مصر. لكن اول لما الشرطة عرفت باللي حصل اكد قطاع الامن بالاشتراك مع امن القليوبية انه تمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة حمولة عربيات النقل باسلوب المغفلة في محافظة القليوبية. وقالت وزارة الداخلية في بيان ليها ان العصابة دي مكونة من 12 شخص، 6 منهم عندهم معلومات جنائية وتخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة الثمار المحملة على عربيات النقل وده باسلوب المغفلة، وبيعملوا كده وهم راكبين على تروسيكلات وبيمشوا ورا العربيات اللي ماشية بسرعة قليلة. وده اللي حصل مع حمولة العبور، فلما جت تقرب من المنطقة الصناعية بدائرة اسم شرطة العبور قطعوا الشكاير وسرقوا بعض حمولتها. وأكد ان افراد التشكيل اعترفوا بارتكاب الواقعة وان الوزارة خدت كل الاجراءات القانونية تجاه الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات. واثبتت التحقيقات بان المتهمين نفذوا جرائم السرقة دي في اكتر من مرة، ولكن مقطع فيديو وثق الواقعة وبدأت اجهزة الامن في ملاحقتهم وتحديد هويتهم. وبعد تقنين الاجراءات تم مواجهتهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم ضبط 5 تروسيكلات من غير لوحات معدنية المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. واعترف المتهمون بارتكاب وقائع السرقات باستخدام أسلوب المغفلة وإتلاف شكاير البطاطس وتحميل المسروقات على التروسيكلات علشان يهربوا ويبيعوا المسروقات في الأسواق بأسعار مخفضة. وانتشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي واختلفت ردود الأفعال، فبعضهم قال اللي بيحصل ده يعتبر سقطة أخلاقية في حق المصريين وقعدوا يفتكروا أيام ما كانت بتتوزع البطاطس مجانا، واللي قال اللي حصل ده بسبب حجم المعاناة اللي بيلاقيها الشعب واللي زادت في السنوات الأخيرة. وانت يا عزيزي مشاهد عين مصر شايف ان سبب السرقة دي ممكن يكون ايه؟ لكن كل اللي نقدر نقوله بعد اللي حصل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك.